مشاهدينا مساء الخير عليكم، اهلا ومرحبا بكم في برنامج انا ابن بلدنا. برنامجنا بتستهدف شخصيات ساهمت في تطور وتنميه البلاد، ومعي داخل الاستوديو واحد من شخصيات الاسهمت في تطور وتنميه وتغيير وجهه البلاد. اليوم معي داخل الاستوديو المستشار الهندسي لبلديه جوبا بشمهندس نرجي جرمال الرومان. اهلا بك بشمهندس. اهلا بك. منور برنامج نبني بلدنا. البرنامج منور بكم. تسلم. في بداية عايزين نبذة تعريفية عن حياتك العلمية والعملية. الحقيقة أنا أول حاجة دير أعمل كوركشن بالنسبة للتايتل بتاعت المهندس. أنا جيت من أسرة بتاعت مهندسين. أوكي. بس المجال العلمي بتاعتي كان مختلف تماما. اللي هو انا خريجت علاقات دوليه وتاريخ دبلوماسي وعملت بكالوريوس في ادمنستريشن بزنس ادمنستريشن، وتخصصت في السوفت وير بروجرامينج والميديا برودكاستنج باعتباره احنا بنسميه كارير شيفت. دي نبذه بسيطه عن الحياه العلميه بتاعتي. كنت مدير سابق لمجموعه الفجيره الاعلام في شمال وشرق افريقيا. ودلوقتي المستشار الهندسي باعتبار انه الشركه بتاعتنا هي المسؤوله من القطاع الهندسي ببلديه جوبا. وباعتباري انا اسمي شنو الشيرمان بتاعت الشركه، فبالتالي انا اخذت التايتل باي ديفولت. لا تمام. طيب ما هي نظام التحصيل الالكتروني؟ تعريف بسيط للمواطن. اوكي، النظام بتاع التحصيل الالكتروني طبعا هي نظام انك كيف تحول المعاملات الورقيه لانها تكون نظام احنا بنسميه انالوج اند ديجيتال. انك تتحول من الانالوج لديجيتال بحيث انه يكون في ريكوردز بتقدر تتبعه وبتقدر تديك ستاتستيك واضح عن التطور بتاعت الريفينيو بتاعتك، الكولكشن التم شنو والبندنج كولكشن شنو. فهي طبعا نظام حديث اغلبيه الدول بقى يعتمدوا عليها عشان يزيدوا الدخل بتاعت المؤسسات الحكوميه ويعملوا الليميت للكوربشن. يس. يعني بنعتبر انه لقدام تاني ما حيكون في معاملات بفواتير؟ اكيد، بالذات في بلديه جوبا ان شاء الله من شهر 5 الجاي من 15 هنعمل لونشنج للسيستم كله. فحيكون المعاملات الورقيه حيكون ما موجوده. أوكي. لانه هنعتبر النظام بتاعت البي او اس اللي هو اجهزه بتاعت هي بتشبه التليفونات، لكن هي بتعمل شنو، بتطلع فواتير انيه وبتتعكس طوالي في الاجهزه الموجوده في المراكز بتاعت البلديه. يعني مثلا زمان في البلديه لما تكون عندك معامله مثلا في جوبا بلوك لازم تمشي جوبا بلوك عشان تخلص المعامله. أيوه. بس بالنظام الالكتروني لانه نفس المعامله بيسهر في كل الافرع بتاعت البلديه، فبالتالي ممكن تمشي في اقرب فرع بتاع البلديه وممكن تخلص المعامله اللي عنده علاقه ببلوك ثاني انت المفروض كان تمشي عليه. اللي هو بيختصر للناس العمليه بتاعت الزمن والجهد وحتى الطريقه بتاعت الدفع، لانه احنا حطينا برضه الدفع الدايركت للبنك يكون واحد من الاليات بتاعت الدفع. والبنوك اللي انتوا اشتركتوا معاه او حاليا الكونتراكت؟ طيب حاليا احنا شغالين مع بنك واحد اللي هو ايدن بنك. لانه النظام بتاعت الديجيتال ريفينيو كولكشن بتاعتنا معقده شويه، اللي هي فيها جانبين بتاع الدفع، في الدفع بتاعت الحاجات السنويه الدفعات السنويه او الدفعات او الغرامات. فاي غرامه بتحصل في السيستم بيظهر طوالي للبنك، فانت لو مشيت بالمعامله بتاعتك للبنك على طول البنك بيقدر يعمله لك. فاذا نحن وزعناها لاكثر من بنك واحد بيكون العمليه بتاعت اسمه شنو بتاعت التحصيل الالكتروني بيكون معقده شويه بالنسبه للعمليه بتاعت الحصر. يس. عشان كده احنا في الوقت الراهن احنا قافلين على بنك واحد اللي هو ايدن بنك. وعندكم شروط معينه؟ للبنوك؟ ما عندنا شروط معينه للبنوك، لكن كعمليه بتاعت سبورت للناشونال بانكس يعني احنا دائما بنفضل البنوك الوطنيه. عشان هي من خلال العمل ده ممكن تساهم انه ترفع من شنو من يعني مثلا احنا البنوك الوطنيه احنا عايزين مثلا يساهموا في العمليه بتاعت الموجنج. اوكي، بدون ما احنا نساهم ونجيب البنوك الوطنيه في المشاريع زي دي بتفضل هي عباره عن صناديق بتاعت حفظ بتاع النقود. طيب المجالات اللي بيستخدم فيه نظام التحصيل الالكتروني؟ طيب هي تقريبا اي نشاط بيشتغلوا المجلس البلديه دلوقتي كلها تمت
بقت ديجيتالايز. يعني مثلا الستيكر زمان كان للعربات الكوميرشال مثلا الووتر تانكس التيبرز العربات دي كلها بتاخذ حاجه زي رخصه بتاعت القياده اللي هي بتكون فيها المعلومات بتاعت السياره كلها المالك بتاعتها عمل اصدار للرخصه 200 بينتهي 200 عملت انسبكشن 200 والكلام ده. يعني بعدها هيكون المساله بتاعت الستيكر في العربيه ما ماندوتري لكن انك السائق يكون عنده الرود يوز بيرميت از ماندوتري. الحاجه الثانيه اللي حملناها احنا ربطنا السيستم بتاعت المجلس البلديه مع الميجريشن. يعني اذا كان انت اجنبي مثلا ما الوضع بتاعتك ما مقنن في البلد ما بتقدر تاخذ ما بتقدر تستمتع بخدمات بتاعت البلديه. برضو عملنا رياكتيفيشن للعمليه بتاعت احنا بنسميه الريسيدنت سيرتيفيكيت. يعني واحدة من الحاجات دلوقتي اي زول احنا اغلبيه الاجانب الموجودين في جيبهم احنا ما قادرين نحصرهم لكن السيستم هيسهل العمليه بتاعت الحصر بتاعت الاجانب هم موجودين وين وحتى المحلات هم مستاجرين فيهم مستاجرين بكم والوضع بتاعتهم شكلها ازاي. طيب ده بس النظام ده بيطبق على يعني مثلا على الدكاكين الكبيره او على زي ما بيقولوا شنو الشركات وكده ولا كله؟ مرات عندنا بيكون في دكاكين صغيره في الحله يعني زي البيت هو شوف المجلس البلديه بيغطي السكيلز كل ما هو من الشركات الكبيره لحد شنو الدكاكين الصغيره داخل الاحياء. هو الفكره اصلا يعني التوجه الماشي فيه البلديه حاليا انه هم عايزين يحصروا على العمل بتاعت الاجانب يشتغلوا في الهول سيلز ما يشتغلوا كريتيلز ويفضل العمل بتاعت الريتيلز للمواطنين. فبالتالي العمليه بتاعت الديجيتاليزيشن دي بيمشي حتى لاقل انواع بتاعت العمل حتى في الاحياء الداخليه. طيب بصفتك مستشار الهندسه لبلديه جبه طبيعه العلاقه بينكم وبين البلديه؟ طيب هو اول حاجه المجلس البلديه بتاع جبه هو اول مؤسسه حكوميه يعني ممكن اقول انه انتبه للعمليه بتاعت انه الشراكه مع القطاع الخاص هو حاجه اساسيه عشان انه يغير من يرفع من مستوى الخدمات من واحد وبعدين يجود منه بعدك يقدم خدمات مستقره وثابته للمواطنين. اول تجربه لنا مع البلديه كانت هو الاداره الهندسيه اللي هي احنا قدرنا نعمل ضوابط دلوقتي للمباني. يعني مثلا اذا كان مثلا عندك عايز تبني مثلا فندق دلوقتي في ضوابط للفندق يعني من قبل حتى ما تبني بنديك الكريتيريا التيرمز اند كونديشن اللي هي انت المفروض تبني زي عايز تعمل بترول ستيشن برضه في التيرمز اند كونديشنز عايز تكون عندك سويمنج بول في التيرمز اند كونديشن اللي هي الحياه دي كلها في النهايه بتصب انه في يكون في ستاندرد للحياه المفروض بتعمل في البلد. كمرحله ثانيه احنا ماشيين للعمليه بتاعت الضبط بتاعت المواد بتاعت البناء الموجوده في الاسواق حتى المواد المستخدمينها في البناء كويس من خلال العمليه بتاعت الرقابه. يعني احنا دلوقتي هسه عندنا مثلا 6 عربات بيتحركوا في جوبه كلها بيراقبوا المباني كلها تحت الانشاء اللي هي دي بتصب في مصلحه بتاع صاحب البيت. اللي هو احنا لقينا انه في المرحله اللي فاتت في بيوت كثيره جدا المواد اللي اتبنت بيها فيها غش. يعني لو حصل دلوقتي المستوى بتاعت الزلزال اللي احنا بنعرفه في جوبا اوكي والغريب انه في السنه دي حصل 3 مرات وكل مره في زياده من المره قبلها معناها ممكن يكون في عمليه بتاعت في بيوت كثيره جدا حتقع. فنحن ما حننتظر انه لحد الحياه دي مساله تحصل فلازم نعالج الحياه دي. اوكي طيب الخدمات الحاليه اللي قدمتوا للبلديه شنو؟ طيب هو نحن ممكن بنعتبر نفسنا شريك اصيل للبلديه اولموست اغلبيه النشاطات اللي بتقوم بها البلديه احنا بنقوم معها ببعض. عندنا شراكه سلسه يعني ومتينه. اشتغلنا معهم هو دلوقتي مثلا الريهابيتيشن بتاعت المراكز بتاعت جوبا سيتي كونسل اعتبارا من البلديه نفسه. لو لاحظت دلوقتي الشكل بتاعت البلديه اتغير اوكي وكانت دي واحده من الحاجات اللي احنا اتفقنا عليه هو تغيير بيتعامل بالنسبه للموظف ذاته عشان هو يقدر يخدم. فدي حاجه احنا بدينا بها. لو شفت المراكز كلها المراكز المستوى بتاعتها كويس بالنسبه لحتى للعامل الشغال ذاته بيساعده انه يشتغل. اشتغلنا مع البلديه في العمليه بتاعت اعاده تحليل بعض الشوارع في جوبا. يعني مثلا زي الشوارع قدام المكتب بتاعت الرئيس. وشغالين في عمليه بتاعت دراسات هسه دلوقتي الاعاده بتاعت الصيانه بتاعت الطرق الداخليه وعمليه بتاعت خلق طرق بديله اللي فك التناقل المروري. طيب ما هي الفائده المباشره لنظام التحصيل الالكتروني؟
طيب الفائدة المباشر، أول حاجة التحصيل الإلكتروني بيعمل شنو؟ بيسهل عملية بتاعت التحصيل بتاعت المبالغ أو ممكن نقول الإيرادات الحكومية اللي كانت ما قادرة تحصله. يعني دلوقتي مثلا احنا بنتكلم في جوبا فيه أوفر 300,000 بيت في جوبا دلوقتي. من 300,000 بيت ده البيوت اللي بتدفع التاكسيس بتاعت السنوية ما بيفوت 20%. لكن مع نظام بتاعت التحصيل الإلكتروني دلوقتي هيكون في آلية بتاعت جمع بتاعت المبالغ ده كلها. بمعنى يعني مثلا إذا أنت عندك بيت دلوقتي أوكي، والبيت ده أجرتيه، لما تأجر البيت لازم تمشي للبلدية وتوثق العقد بتاعت الإيجار عند البلدية. عشان شنو؟ احنا في حاجة احنا بنسميه financial liabilities، اللي هو في جزء من المسؤوليات كان مفروض لصاحب البيت بمجرد ما انت أجرته مفروض بيتحول دلوقتي للمستأجر. فهنا الحكومة بيحصل الإيرادات بتاعته منك كصاحب بيت، وبيحصل الإيرادات منه المستأجر، وفي نفس الوقت بيكون عنده علم في العمليات بتاعت نقل الملكيات كويس، وعمليات بتاعت الإيجارات والليس اللي هو دي زمان كان الحكومة ما عندها آلية فيها. الحاجة الثانية اللي هو المسألة بتاعت الكروت الصحية بالنسبة للناس اللي بيشتغلوا في المجالات اللي عندها علاقة بالناس زي الفنادق المطاعم، زمان ما في آلية لضبطهم. دلوقتي عن طريق النظام بتاع الدفع الإلكتروني في آلية لضبطهم. بالنسبة للسيارات نفس الحاجة، بالنسبة للسيتي كونسل كان ما بتصدر اللي احنا بنسميها شنو بطاقة العمل بالنسبة للأجانب. دلوقتي بقت عندها الإمكانية انها تصدق بطاقة العمل وانها تحصر الأجانب. والحركة بتاعت السيتي كونسل بتحرك معها مؤسسات تانية على مستوى الولائي وعلى مستوى الفيدرالي. يعني دلوقتي مثلا لما احنا نتكلم عن الكروت العمل، بالتالي احنا بنتكلم عن الإقامة. معناها ان دلوقتي هنا الإقامة بقى شرط أساسي. أيوة. معناها كل الأجانب بعد ده هيقنن وضعهم في داخل البلاد. لما نتكلم عن شهادة السكن بنتكلم عن عقودات الإيجارات، معناها السكن العشوائي، إذا أنت بقى في سكن عشوائي ما بتقدر تكون عندك بزنس سيرتيفيكيشن سيرتيفيكت، ولا حتكون عندك ما حتقدر تعمل أي معاملة في البلدية. الأجمل في السيستم كله إنه إذا أنت عندك ديفولت في أي معاملة، مثلا عندك مشكلة في جوبا بلوك قروش مفروض تدفع هناك وانت ما دفعته، وجيت للبلدية عشان تعمل معاملة تانية، السيستم طوالي لما ندخل اسمك بوري الزول الشغال انه الشخص ده عنده معاملة ما خلصه. اوكي. فبقوم برجعوك بقول له خلص المعاملة بتاعتك ديك، بعدين حتى نتعلم معاملة جديدة. طيب احنا لو خشينا في يعني في جزء من المشاكل اللي بتواجه مثلا في بتواجهنا في جنوب السودان، مثلا زي الأراضي. يعني مثلا انت بتلقى انه قطع واحد بيكون عنده ثلاثة أربعة أسماء مشتركة فيه، ده علاجه بيكون كيف؟ الحقيقة احنا كنا طرحنا مشروع بتاعت بنسميه الحكومة الإلكترونية لحكومة الولاية، اللي هي كانت واحدة من الحاجات الأساسية انها كان بتضبط المسألة بتاعت ملكية الأراضي. اللي هي كان في نظام مفروض هي بتربط البلدية وبتربط وزارة البنية التحتية وبتربط المحكمة وبتربط المحامين. بمعنى أي محامي بيكون عنده نافذة معين بيتعامل به، اللي هو بياخد بيقدم طلب عن طريق النافذة دي للسلطات إنه مثلا عايز عقد إيجار، فبيقوم بينزل عقد الإيجار ده، وبيقوم السيستم بيديه الدوكومنتس اللي عنده علاقه. مثلا لما ننزل مثلا انه مثلا راني الصادق، لما ننزل في سيستم راني الصادق بيقوم بيجيب المعلومات من السيستم بتاعت الحوزي. المهام هو الوحيد بيكون شايفه انه هل الاوراق اللي ظاهر قدامه ده بيتماشى مع الاوراق اللي زول العميل ده جايبه له ولا لا. كويس. لو لقى انه الاوراق دي بيتماشى بيقوم بيكمل المعامله، والمعامله بيمشي الكترونيا للهاوزنج. الهاوزنج هناك بيحصل له عملية بتاعت مراجعة تانية، بعد ذلك بيحصل له أبروفل. لما يحصل أبروفل بيمشي نسخة للبلدية، بيمشي نسخة للمحكمة. المحكمة هناك بعد ذلك بيطلع المستند بيزو عن التجديد اللي حصلت من الهاوزنج، اللي هو بأبروفل من الهاوزنج بمراجعة المستندات اللي عندهم. لو حصل أي تلاعب من أي محامي اوكي، انا هنا بنقدر نعرف السيستم انه الورق ده التلاعب ده جاي من وين. اوكي. بعد ذاك هنا المحكمه ما بكون عندها السلطه بتاعت انها تغير في ملكيه الاراضي، بالعكس هي بتكون عندها هنا بس هي بتشتغل بالمعلومات الجايه من شنو من الحوزنج. البلديه باعتبارها هي المسؤوله من المساحه دي كلها، هي لازم تكون عندها
كوبي من المعاملات ده عشان تقدر تستند عليه للمعاملات بتاعتها. اوكي. طيب اكبر التحديات اللي بتواجهكم في الفتره الحاليه شو؟ الحاجه كويسه انه احنا بنرجع شكر للاداره بتاعت مجلس بلديه جوبا على راسهم العمده انه في تذليل لعقبات كثيره جدا وفي اراده حقيقيه من مجلس البلديه انه يكون في نقله حقيقيه داخل البلديه. اي تغيير في نظام بتاع عمل بالتالي لازم بيجيب معه بقول ليش في صعوبات انك الناس تتقبل اول حاجه. بس لما يكون في اراده كل شيء بيبقى يعني. مثلا احنا كنا عندنا مشكله في انه اغلبيه الناس كانوا خايفين من النظام الالكتروني، لكن بعد ما بدينا العمليه بتاعت التدريب وكده بقى في تقبل، الناس فهمت انه الحاجه دي ما صعب زي ما هم كانوا متوقعينه. الحاجه الثانيه كان في اسامبشن انه احنا هنجيب ناس جداد فهم هيفقدوا الشغل بتاعتهم. فلما لقوا انه احنا بندربهم هم ذاته عشان هم يديروا السيستم وبالتالي احنا هنفضل بس نديهم التكنيكال سبورت، هم ينبسطوا جدا. فما في حاجه صعب اذا كان في اراده انه الناس تحقق حاجه وتمشي لقدام. طيب انتم هدفكم الاساسي انشاء مدينه حضريه، ممكن تشرح ده للمواطن البسيط عشان يفهم؟ طيب احنا في جوبا الطريقه بتاعتنا احنا بنبني بلد معكوسه. بمعنى الاوربن سيتيز يعني مثلا زي جوبا المفروض يكون عندها ماستر بلان كل شيء موضح فيه، يعني اذا كانت موضح فيه الخدمات مراكز الخدمات الاساسيه زي المستشفيات المدارس الملاعب زي الحدائق الداخليه زي حتى الخطوط بتاعت السيرفيس بتاعت المويه الكهرباء حتى الغاز في المستقبل، اوكي التقسيم بتاعت الاحياء للمحلات بتاعت الفيلل وين المحلات المفروض تكون هاي بيلدينجز وين المحلات اللي ممكن تكون فيها مثلا مولز او مراكز تجاريه، دي كلها كان المفروض تكون في وان مودرن ماستر بلان. لما نحن جينا مسكنا الشغل بتاعت الاداره الهندسيه في مجلس بلديه جوا لقينا انه المودرن ماستر بلان ما موجوده. فبالتالي احنا بقينا نشتغل بالعكس اللي هو بنحاول انه نضبط الحاجات اللي قدامنا وبعد ذلك نحاول نعدل اللي قدام. يعني مثلا من الحاجات اللي لقيناها انه لما عملنا دراسه سريعه لقينا انه اغلبيه الشوارع جوا كلها دكاكين. حقيقه. دكاكين اغلبيتها دكاكين قديمه جدا. فلو قلنا انه نشتغل بالسياسه بتاعت انه المباني الفاتحه للشوارع الرئيسيه لازم تكون جي 3 جي بلس 3 بنلقى انه في ناس كثيره يقول والله احنا ما عندنا امكانيات. ايوه. في نفس الوقت في غياب بتاعت الموجيجنج سيستم من البنوك الوطنيه اللي هو دي واحده من الحاجات اللي هي كان المفروض البنوك الوطنيه تستثمر فيهم في اللي هو في قطاع العقارات. اوكي اللي هي دي واحده من اليات الناس اتطورت بها. بس احنا في جنوب السودان ما عندنا لانه تقريبا البنوك حاولت تشتغل بالحاجات دي قبل كده وما قدرت يعني تمشي فيه بطريقه صح. بس يعني احنا بنحاول نعمل اليات جديده انه كيف البنوك تخش كمستثمر اوكي وكستيك هولدر اصيل في انه كيف انه احنا نبني الدوله في الطريقه الصح. فقمنا طرحنا الفكره بتاعت الجلادين. يعني واحده من الحاجات هسه الناس كلها بتشتكي من الجلادين انه غالي وكده. ايوه. بس المشكله بتاعت الحاجه الايجابيه الثانيه في جلادين اللي هو واحد يعفيهم حتى من العمليه بتاعت البوهيه لفتره طويله جدا. تجديد البوهيه وكده ما حيكون محتاجين لهم. الحاجه الثانيه وهو بيدينا مساحه للعمليه بتاعت الاناره، يعني انت لو لاحظت حس اغلبيه المحلات اللي هم طبقوا الجلادين غيروا الشيب بتاعت المحل. نمره اثنين بقى في نظام بتاع اناره بالليل اللي هو كمرحله جايه هم في ناس هنصل لمرحله انه احنا نحط كاميرات بتاع سكيورتي احنا نحط سكيورتي لايتس كويس دي كل حاجات حنمشي فيها جرادولي. فدي كمرحله الاولى. المرحله الثانيه الناس دلوقتي بيحجموا عايزين يقوموا مباني جديده احنا بنلزمهم انهم يبنوا جي بلس 3 على الاقل. فاذا احنا غيرنا الشوارع الرئيسيه كلها لجي بلس 3 اند اباف بنلقى انه بعد ده الشيب بتاعت البلد بدات تتغير. بعد احنا بننتقل للاحياء اللي هو احنا عندنا الفكره بتاعت البلاي جراوندز في المفروض يكون في منتزهات للاسره اللي هي دي واحده من الحاجات ما موجوده في جوا. كل حي المفروض يكون فيه محل بتاع تنزه للاسر بالذات الاطفال والنسوان ولازم يكون في بلاي جراوند. البلاي جراوند لازم يكون مستحدث بطريقه كويسه ما اريا مفتوحه بس ولازم يكون في كل اريا حسب البوبوليشن بتاعتها لازم يكون في مراكز بتاعت خدمات زي المراكز الصحيه الاقسام بتاعت الشرطه كل يعني كل حاجه بيمشي حسب البوبوليشن بتاعت الاريا والتصميم بتاعتها. اوكي. طيب هل عندكم توجه لتطبيق النظام الالكتروني للتحصيل الالكتروني في للضرائب؟ بالنسبه لنا احنا في القطاع الخاص والويلنج لانه احنا اول حاجه يعني بنشتغل بالنظام بتاعت البوت اللي هو
بنبني المؤسسات وبنشتغل مع الحكومه وبعد ذلك بنحصل الانفستمنت بتاعتنا في المدى الطويل. اذا في اراده وانا شايف انه في اراده حقيقيه من الولايه بتاعت حكومه الولايه وهم طبعا هم تعاملوا معنا دي الوقت على اساس انه السيتي كونسل هي عباره عن بدايه بتاع انطلاقه بتاعت العمليه بتاعت الديجيتاليزيشن لكل المعاملات الحكوميه. نحن كتكنيكال بارت نحن عندنا الامكانيه نعمل حاجه دي بس احنا محتاجين يكون في رغبه حقيقيه من الحكومه ان شاء الله. طيب حال شغلكم مع البلديه بتتاثر بالعوامل السياسيه مثلا بإعفاء العمده مثلا؟ انه احنا بنتعامل مع مجلس البلديه كمؤسسه فبالتالي العلاقه بتاعتنا مربوطه مع المؤسسه طالما المؤسسه هي موجوده. التغيير السياسي ما بياثر في وجودنا داخل المجلس البلدي. طيب اذا جاكم عمده ثاني عنده افكار اكثر؟ طبعا شوف الوجود بتاعنا ما في تضاد مع الافكار الجديده، بالعكس يعني احنا بنحاول انه نشتغل في تناسق انه كيف الافكار الجديده احنا نطبقه ونزيده عليه في ارض الواقع. فما في حاجه بيتضارب مع الخطه اللي احنا شغالين فيها. طيب ما هي الفرق بين النظام اللي انتم بتستخدموه حسي حاليا ونظام الحكومه الالكترونيه؟ طيب النظام الحالي في مرحلتين اللي هو من لما نقول احنا عمليه بتاعت الاي جوفرمنت، الاي جوفرمنت بيتمرحل بمرحلتين، المرحله الاولى احنا بنعتبره انه بنسميه ديجيتاليزيشن اوف ذا سيستم اللي هي العمليات اللي كانت بتتم بالورق بتحوله الالكتروني اللي هو كله بتتم في الحواسيب. طيب كمرحله ثانيه لما الناس تتعود على النظام ده بتخلي بعدين بتعمل لونشنج للمرحله الثانيه هي انه كيف الناس تقدر تعمل المعاملات دي من مكانها عن طريق الموبايل ابلكيشن عن طريق الاجهزه الالكترونيه بتاعتهم كلابتوب وغيره كيف يقدر يعمل معاملات بدون ما يجونا في سيتي كونسل. ده احنا بنسموه المرحله بتاعت السيلف سيرفيس. فالمرحله بتاعت السيلف سيرفيس ده لما الناس تصل له ده هنا احنا بنسموه المرحله بتاعت الاي جوفرمنتس او الحكومه الالكترونيه. في وضع في دوله زي جنوب السودان لازم لمرحله المعامله اللي هو احنا لازم نمشي في المرحله الاولى انه الناس اللي شغالين في المؤسسه الحكوميه ذاته هم يعرفوا السيستم ده بره وجوه. المرحلة الثانية بعد ذاك الناس اللي عندهم إمكانيات تقنية بعد ذاك ممكن نوفر لهم السيرفيس الثاني. بعد ما ننتهي من المرحلة بتاعت الإي جوفرمنت اللي هو المرحلة الأولى احنا هو الضبط بتاعت الإيرادات. المرحلة الثانية هو صرف الإيرادات. اللي هو احنا بنسميه بعد ذاك السيستم بيتحكم حتى في شنو؟ في الصرف بتاعت الإيرادات اللي هو عن طريق البادجت. يعني مثلا انت لما تاخد بادجت مثلا مليون، المليون ده مثلا صنفته لمثلا اوبريشن وكذا، مثلا حطيت في الاوبريشن 200,000، لما تيجي تطلع من الاوبريشن اكثر من لما تحصل ال 200 سيستم ثاني ما بدك تصرف ده ثاني. هل ده بيتماشى مع في البلد عندنا؟ هو اي حاجه في البدايه صعب كويس، لكن زي ما انا قلت لك اذا كان احنا فعلا عايزين نغير الوضع الموجود وعايزين نقدم خدمات للمواطن لازم نحط انه الموارد بتاعت المواطن، فبالتالي لازم تتصرف بطريقه معينه عشان تخدم اغراض معينه. اوكي. طيب المواطنين محتاجين للتوعيه عشان يفهموا يعني شنو نظام التحصيل الالكتروني. الطرق اللي استخدمتوها للتوعيه كانت شنو؟ الغريبه يعني اللي حسنا ما عملنا اي شنو حمله توعيه حقيقيه للنظام بتاع التحصيل الالكتروني، لكن الغريبه في الموضوع انه الشارع متقبل الفكره دي. ايوه يعني في تقبل كبير جدا للفكره وفي حماس. ايوه كويس، لانه كل دول عايز يعرف حقه. اوكي يعني في ناس بيقول لنا انه احنا ما عندنا معنى احنا ندفع للحكومه، بس احنا عايزين نعرف بطريقه منظمه كم المفروض ندفع كم في السنه. ايوه اوكي عشان طبعا هم اي مؤسسه اي شركه اي بزنس محتاجه بادجتنج. انا اي حاجه انا هدفع للحكومه لازم احطه قدام راس المال بتاعت حاجه انا هشتغله عشان اعرف النهايه هل انا هشتغل بالربح ولا بالخساره. فلما يكون انا ما عارف بالضبط انا في السنه بدفع كم، في حاجات بتجيني اوكي هي دفعيات مثلا الحكوميه مستحقه لكن انا ما عندي علم بها، فبالتالي حيكون لي صعب ان انا التزم بها. فدي هي دائما بتخلق المشاكل بين المواطن والحكومه، مش لانه مثلا الحكومه ما عندها حق ولا مثلا المواطن ما عنده حق، لكن لانه في غياب بتاعت الوعي في النسبه المصداقيه بتاعت السلسله بتاعت الدفعيات اللي انا المفروض اعمله في السنه. طيب فكره التوعيه ما فكرتوا فيها؟ ما كل الناس المتعلمين وما كل الناس الفاهمين. انت ممكن تلقى يعني زول صاحب شركه او صاحب دكان واي شيء لكن صعب انه يتعامل بتحصيل الكتروني. و
النظام بتاع التحصيل الالكتروني ما صعب زي ما انت متوقع. يعني مثلا هو الزول عنده دكان بيعرف انه هو مفروض يجي البلديه كل سنه وعليه يجدد الرخصه بتاعته. هو اذا اجنبي هو عارف انه عليه مثلا عليه الاقامه, عليه شهاده السكن, عليه بيسموها شنو بطاقه العمل للاجانب. دي حاجات كلها هو عارف انه عليه. الفكره انه هنا هو بس بيمشي لما يمشي البلديه ما بيلقى كان النظام الورقي القديم, بيلقى النظام بيدفع اول حاجه في البنك, ما بيدفع في الكاشير بتاعه البلديه, بيدفع في البنك دايركت. هنا هو بكون عارف انه هو دفع لشنو وباقي له شنو هو مفروض يعمل. طيب في كل الدول نظام الاقامه يعني دي بندي مذكوره ثابته, بس احنا في جنوب السودان عندنا دول بنتعامل معها يعني تعامل سياسي. يعني مثلا في بعض الاتفاقيات اتلغت قصه التاشيره, وهتتلغى قصه الاقامات. هتعالجوا المشكله دي كيف اذا انتم بقيتوا انه الاقامه شرط اساسي للاجنبي؟ شوف, هي طبعا هي سؤال سياسي في المقام الاول, لكن حسب فهمي انا للعمليه بتاعت التعامل الدبلوماسي بين الدول, يعني مثلا بيننا ويوغندا وبيننا وكينيا, العمليه بتاعت الاعفاء من الفيز للدخول ما بيعفي من التقنين بتاعت الوضع بتاعتك اذا انت بقيت موظف. بمجرد ان انت بقيت موظف معناها انت ليك انك تدفع الضرائب بتاعتك على الدوله اللي انت قاعد فيها, يور ليك انك تقنن الوضع بتاعتك. تقنن الوضع بتاعتك بيبدا من الاقامه بتاعتك. اوكي, فما بيعفيهم انك طالما انت شغال معناه بتدخل قروش. طالما بتدخل قروش المفروض تدفع النسبه بتاعت التاكسيشن اللي هي المفروض تدفع للحكومه. اوكي, سعاده المستشار احنا لسه مواصلين, بس خلينا نطلع فاصل قصير ونرجع ثاني. عزيزي المشاهد, فاصل قصير ونرجع لكم ثاني. Okay.
they have automatically. Let's say maybe 18 plus, height of the status, let's say he's married. Here obviously have a single marriage, and they fill all this information. There's something that they follow. There's something here called text and information number. Now, as an individual prepare, they know that. They get it from Ministry of Finance and Economic Planning, National Director of Taxation. So this is a certificate that you get. Now this certificate, what you need is for our photo. So this camera is going to be here. As this guy explained, this is a mobile device, this is a camera, this is a scanner. مشاهدة في كل مكان، رجعنا لكم تاني وذكركم ما يدخل الاستوديو المستشار الهندسي لبلد جبة. أهلا بك سعادة المستشار. سعادة المستشار، أنا أعرف شركائكم اسمه وطبيعة العلاقة بيناتكم. طيب it's a little bit complicated question. طيب احنا ممكن تسمينا احنا we are multinational companies. استثمرنا كل هي قريب لسبع شركات. بيبتدي من المجال بتاع الافيشن للسوفت وير اند تيليكوم للديجيتال سيرفيسز اند مانجمنت للانجينيرنج مانجمنت سيرفيسز انشورنس وغيره. تقريبا كل شركه عندنا فيه شركاء مختلفين. يعني بيتدرج من لبنانيين اتراك للجنسيات الثانيه حسب التخصصات. يعني مثلا احنا دلوقتي مثلا عندنا الممرندم اوف اندرستاندينج مع المينستري اوف ووتر بالنسبه لل شنو تقديم الخدمات بتاعت المويه المرحله الثانيه لمدينه جوبا ومينتيننج بتاعت السيرفيس لواو والرانك. دي هنا احنا دائما احنا عندنا شركاء هم متخصصين العمليه بتاعت الاوربن ووترز. هم دلوقتي شغالين مع الطاقم المحلي بتاعتنا في العمليه بتاعت الفيزيبيليتي ستاديز عشان كيف انه نقدر نبدا الشغل في الحياه دي. فبنحاول انه نخلط ما بين الخبرات الاجنبيه ونحاول نستوطنه بالنسبه للكوادر المحليه على اساس انه بعد زمن نحن نقدر نعتمد على الكوادر المحليه دي هم يقدموا خدمات بدون ما يكون عندنا اي رغبه للاستعانه بكادر اجنبي. طيب يعني في ناس كثير بيشوفوا انه في عدم كفاءه القوى العامله في مجال نظام التحصيل الالكتروني، انت تعلق شنو؟ اوكي، الحقيقه انه الوجود دلوقتي مثلا التنفيذ بتاع المشروع بتاعت السيتي كونسل بتاع الديجيتال ريفينيو كولكشن هي احنا بنسميه ديمونستريشن حقيقي انه الكادر المحلي عنده امكانيه انه يعمل حاجه لو خلقوا له بيئه كويسه انه يشتغل فيها. يعني دلوقتي الطاقم الشغال كلهم 80% جنوبيين. بس هم جنوبيين من درسوا في دول مختلفة، يعني في جزء منهم درس في الهند، في جزء منهم درس في جنوب افريقيا، في جزء منهم درس في كينيا، في جزء منهم درس في شنو في السودان. فكلهم جايين من باك جراوند مختلف لكن في نفس التخصص. بالتالي فكل واحد جاي بعصارة بتاعت تجربة مختلفة. لما خطيناهم في محل واحد قدروا يعملوا حاجة احنا ممكن نفخر بيه انه ده نتائج بتاعت عمل وطني. يعني مثلا اي عملية بتاعت انك تعمل ديجيتال سيستم في جنوب السودان بدون ما يكون كوستمايز ما حيشتغل. لانه المفروض تعمل شنو؟ المفروض تترجم العمل الاداري المحلي بتاعت المكاتب دي لديجيتال، فبالتالي لازم تفهم المؤسسه دي بتشتغل كيف. معناها لازم تترجم الواقع الموجود قدامك ده لشغل الكتروني. معناه لو ما عندك سوفت وير ديفلوبرز محليين ما حيقدروا يشتغلوا الشغل ده. فدي واحده من الحاجات اللي كانت خلتنا احنا نقدر ننجح انه احنا نقدر نخلق سيستم
ما يكون مختلف عن السيستم اللي الناس في سيتي كونسل متعودين عليه, ولا حتى المواطن اللي هو البلدية بتعامل معهم يكون غريب عليهم. اوكي, الخطط المستقبلية كشركة ولا كشخص؟ كشركة. بس كشركة استيتمنت البرنامج الاستراتيجي بتاعتنا احنا بعد 7 سنة ان شاء الله و 8 سنة عايزين نكون متخصصين في العملية بتاعت السيرفيس ديليفري. يعني احنا عايزين نكون شريك حقيقي للحكومة في التنفيذ بتاعت المشاريع بتاعت الخدمات اللي هي ما عندها الامكانية انها تعمله. اوكي, فبالتالي فنحن في القطاع الخاص مفروض احنا نشتغل مع الحكومة انه نقدم الخدمات دي. بعد 7 سنة 8 سنة الشركة هتكون ضخمة جدا وماسكة مشاريع بتاعت بنية تحتية كبيرة, وبالتالي هتكون هي أكبر من أنها تكون ممتلكة لأشخاص. فعندنا الفكرة بتعداك إنه نحولها لبابليك انتربرايز اللي هي شركة بتاعت شركة عامة, شركة بتاعت مساحة عامة هي بعدها بتكون مملوكة للحكومة. يعني احنا بعدها بنقلص الاونرشيب بتاعتنا في الشركة دي لمساهمين فقط زيه زي اي زول ثاني. طيب اذا انتم ملكتوه للحكومة والحكومة جت بشروط معينة ان هم عندهم موظفين حقهم معينة عايزين هم اللي هيشتغلوا في الشركة. والبابليك انتربرايز هي مختلفه تماما, يعني الاداره بتاعتها بيختلف تماما عن طريقه مثلا الحكومه بتشتغل بيها. هنا هم بيشتغلوا بطريقتين, اللي هو الطريقه الاول الحم الاول انه يكون في تجويد للخدمات اللي هي بتمشي للعامه, وفي نفس الوقت بيهتموا بالايرادات. اوكي, فلو الشركه وصلت بنفس النهج حتى لو هي بقت مملوكه للحكومه ما حتكون فيها مشكله. اوكي, كلمه اخيره. اول حاجه احنا هنحتاج لهم كثير جدا في المرحله الجايه. العملية بتاعت الاورنس اللي انت تكلمت عنها بيبدا من عندكم. اوكي, لان هي احنا بنعتبر انه دي مسؤولية اصيلة جدا بالنسبة لكم كتلفزيون قومي وطني. ولينا احنا بعد ذاك انتوا بتعملوا لنا جايدنس انه بتقدر تخلو مساحة قدر شنو, انه كيف احنا نقدر نوعي الناس, وانتوا بتدونا الاليات ونقدر نشتغل سوا عشان نوصل الفكرة بتاع للناس. انا يعني مثلا عن طريقكم انا بوصل الشكر لوزير الاعلام, وكانت في مبادره حلوه جدا جت منه انه كان عايز يشارك معنا في العمليه بتاعت اعاده بتاعت التجميل بتاع مدينه جمعه بمساهمه في الاستاتوس اللي احنا بنسميه الاصنام او هي بيسموه شنو المنحوتات في الدوارات وكده شنو. فهو كان عنده مبادره حلوه في الحياه دي, فبنشيل الفرصه دي عشان نشكره للمبادره بتاعته, وانه نحول المبادره دي مع بعض لواقع انه كلنا احنا كجنوبيين نساهم في بناء بتاع البلد اللي احنا عايزين نشوفه, وليه البلد اللي احنا عايزين لما نجينا ضيوف من برا احنا بنفخر نقدر نوديهم زيارات في محلات معينه بحيث انه ده البلد اللي احنا عايزينه واحنا سحبنا في بناؤه. اوكي, شكرا لك كثير سعاده المستشار. اذا عزيزي المشاهد انتهت حلقتنا في برنامج نبني بلدنا. بذكركم زوروا صفحتي في الفيسبوك باسم رانيا الصادق بالعربي ورانيا الصادق بالانجليزي عشان تحضروا الحلقه كامل, وعلى اليوتيوب. وشكرا للفريق العام اللي حاز اليوم. بترككم في رعايه الله وحفظه. مشاهدينا مساء الخير عليكم, اهلا ومرحبا بكم في برنامج نبني بلدنا. برنامجنا بتستهدف شخصيات ساهمت في تطور وتنمية البلاد, ومعي داخل الاستوديو واحد من شخصيات الأسهمت في تطور وتنمية وتغيير وجهة البلاد. اليوم معي داخل الاستوديو المستشار الهندسي لبلدية جوبا بشمهندس نرجي جرمليل رومان. اهلا بك بشمهندس. اهلا بك. طيب, ما هي نظام التحصيل للمواطن؟ اوكي, النظام بتاع التحصيل الالكتروني طبعا هي نظام انك كيف تحول المعاملات الورقيه لانها تكون نظام احنا بنسميه انالوج اند ديجيتال, انك تتحول من الانالوج لديجيتال بحيث انه يكون في ريكوردز
بتقدر تتبعه وبتقدر تديك استاتستيك واضح عن التطور بتاعت الريفينيو بتاعتك الكوليكشن التم شنو والبيندينج كوليكشن شنو. فهي طبعا نظام حديث اغلبيه الدول بقى يعتمدوا عليها عشان يزيدوا الدخل بتاعت المؤسسات الحكوميه ويعملوا الليميت للكوربشن. يس يعتبر انه لقدام يعني ما حيكون في معاملات بفواتير؟ اكيد بالذات في بلديه جوبا ان شاء الله من شهر 5 الجاي من 15 هنعمل لونشنج للسيستم كله. فحيكون المعاملات الورقيه حيكون ما موجوده لانه هنعتمد النظام بتاعت البي او اس اللي هو اجهزه بتاعت هي بتشبه التليفونات لكن هي بتعمل شنو بتطلع فواتير انيه وبتتعكس طوالي في الاجهزه الموجوده في المراكز بتاعت البلديه. يعني مثلا زمان في البلديه لما تكون عندك معامله مثلا في جوبا بلوك لازم تمشي جوبا بلوك عشان تخلص المعامله. بس بالنظام الالكتروني لانه نفس المعامله بيسهر في كل الافرع بتاعت البلديه فبالتالي ممكن تمشي في اقرب فرع بتاع البلديه وممكن تخلص المعامله اللي عنده علاقه ببلوك ثاني انت المفروض كان تمشي عليه. اللي هو بيختصر للناس العمليه بتاعت الزمن والجهد وحتى الطريقه بتاعت الدفع لانه احنا خدينا برضه الدفع الدايركت للبنك كواحد من الاليات بتاعت الدفع.